يغرس غرسا استعملهم في طاعته. قولتين هدية الأخوي بردقار أبو عبدي خوي وقولتين منحة وفضل بشاكا هويك أن يختارك الله جل وعلا ليستعملك في طاعته لكي تدعو الناس إليه وإلى تعظيمه وتوحيده. يعني خوي بردقار لناو ملائكة دا رسولها بجارت ولناو بشارج دا رسولها بجارت هو قياندني بيهامي خواهي بردقار لدواي رسول خواهي بردقار يصطفي الدعاة بان خوازان هلدا بجيريت بو اوي يقوموا بمجموعهم لكي يقوموا بمجموعهم بمهمة مهمة الأنبياء والرسل همو بيهكا وحلصن بو أركيك بيعمران فيها صلى الله عليه الصلاة والسلام شاك هري شكل إيما لو كسان بيك خواهي بردقار يصطفيهم ويختارهم بوشي وهو يدعوك كان بوديني إخوة أبا فضلي جي زور قولي كواتتو لو كساني كشوين كوتي في عمري عليه الصلاة والسلام وشون خواهي فرد قادة فنقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن اتبعني يدعو أيضا إلى الله على بصيرة أراستي نعمتي جي قولي إنسان لو كسان بي هستك الحمد لله خواهي قولي اختياري كدو وشي بو دعو بوديني إخوة بود رجع بيدان بدعوى أنبياء كدعوى أنبياء ديار بلا كانوا يخرجهم من الظلمات إلى النور خلق لتاريك هاي الشرك وكفر بدعوى معصية وفسق وفجور وإلحاد رزقها كيبونوا لإيمان وإسلام وطاعة وسنات ودعوى أنبياء ديارك يعلمهم الكتاب والحكمة دعوى أنبياء يزكيهم تزكية وتطهير النفوس وتطهير الاعتقاد يعني كسك خواي قولة أو رزي لابني بو أركا حلصيد وراستي فضل قولة يزور بساريوا أقر بيتو اختيار النكا خواي قولة بأو مهمتاك واتا أو رزي قولي لي أنا نعيد أي كي اختياري كردي تبيت عارزقاري لي بكيت الشارك لا الشيخ ابن باس دكتور رحمة خواي قولة لي تفرمي عندي كس دبينين انتكسو و وازیان هنا برو دعا و قرآن و پیشتر باش بون پیشتر چاک بون دعویان دکر طاعتیان دکر دین داریتیان باش بون استوانه ما هون بداخل دفرمه لی سببین او لی احدهما دو حوکار ها او دو حوکار بریتیه لچی اولا لم يشكر الله على هذه النعمة نعمة الاستقامة شكر اخوان نکر لساری شکتو قدري نزاني تو شكر إخوانك إلى سر أو نعمتك إخوان جورا تو اختيار كل قد دعوة كي بوديني إخوان قدري نزاني وشكر إخوانك إخوان جورا للدست إلى توا دوهم إشيان دفر من السبب دوهم لم يسأل الله الثبات والاستقامة دعائي ثبات واستقامة النكر دوا زورتين جار دعائي في عمرك عليه الصلاة والسلام شيهو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني ثبت قلبي على طاعتك كهذا برا إنسان دعابك إخوان جورا الجار استقامته من بداية إلى سر أدينا رسل أن دعوها رسل أن خزم الكردنا حلصان با وظيفة أنبياء ورسول ليش الفيداني دعوة أوان عليهم الصلاة والسلام من يعمل شيء قبلية شكري خوابك لسري ودعوة ثباتش في الأخوة بردقار وراس لو رقايدا رقاي دعوة زور خرسة تازياتر من كبيع رسول إخوابي عليه الصلاة والسلام وزياتر دعوة بو أوكي كبيع مصر الله صلى الله عليه وسلم خلتي بولا سيادة المعرضي بقوي توشينا راحتي بمشاكل دي لا زور دبي دونون زور دبي خليفة عمار رضا خواهي قولي لي بدي فرمو قول الحق لم يدع لنا صاحبة وتني حق رفيقي بنا هشتو إلا دوا وشي توق سيشي حق دكي صوفي اكتورو دبي طلي خواه بتنها بلستين هوا لغير خواه طلي خواه الرحمن على العرش استوى أشعري اكتورو دبي طلي برام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تكفير مسلمان مكان تكفيرين التراد به دلي لابد من الصلاة لابد من الطاعة مرجع للتراد به بهالحال استدلال بحديث في عمر دكي صلى الله عليه وسلم التعظيم قدر السنة دكي قرآني للتراد به باسي عظمة دين إخوانك بس إسلام حق غير إسلام حقنية أديان كان ترو ملحدة كان وعلمانية كان للتراد به كاتا فعلا أمر قايا نار حدا ببين الأمر قايا
پیغمبران چن بسرحات عليهم الصلاة والسلام چن ناراحتیان بینی موسى عليه الصلاة والسلام وهل وها زكريا وهل وها يحيى وهل وها عيسى عليه الصلاة والسلام وهل وها محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبران همین ناراحتیان بینی و براکن توش کرد سر رجای پیامبر بی عليه الصلاة والسلام ناراحتی دی بینی برام العاقبة للتقوى العاقبة للمتقين عاقبة للتقوى دارا قريب تريش لو إخوة يقولون لي درازي بي بوهد في قشتي بصبرة زور جا يعني كدس دكي بدعوة نارزاي زور دبي دجناتي زور دكري قصي زور دبي دوتري هل كاك من شين دا ولا موضوع ما بعز من سري الشيء نارحتي نا وبرام ما أو يتوبي هل دستي نافلة نية بيكم مأجور مني كم هيج تاوان مني واجب بيكي خواي قولوا فضلي كي بتوب أخشي واشتغل لديني خواه تيري اشتي دبي حصي دعوة كي وديني خواه فلان نازاني طيب قال فرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله باشتين دعوته ديك كخلق ولا إخوة بعندك أي نازاني تولى باشتيني كسكاري فائزي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تولى وعليك مفلحي سافرازي ساركوتي ما دام دعوتك بدين إخوة وخمي أوما ببراك أنا كبوءك هالنصين والصبر إذا سرنا قليل وشكر إخوانك والدعوة ثبات واستقامة لك لاستبدال بعض السن يستبدل قوما غيرك فتونا أتواني شايستي أو غزو نعمتني كواتا أخوي قولوا تولاد بقى كسانا يشتدين بو دعوة هالنصين ثم لا يكون أن فعلكم عند ركع ونابن أوان قلب نعمة دزاني أوان شكر إخوانك أن نسر نعمتك عني وأوان استقامة يندبي وبردام دبي نصبر وتحمل يندبي خوي بابا تسين خوي جورا استبدال ما نكت نهان بورت كسان يشتر بينيو ايو برون تواب شايستي اوني بابا دوام بين ان شاء الله استقامت ما نبي شكري خواب كين نعمة ايش جورا چي لبا بازستر و بازسترا كسفير خوي جورا بو عبدكاني بين خوا و خلق خلق ماندكا بلا رب العالمين كواتا تو دو مهمة ايش زور جورا هلبستي لو رجع اجدا انا راحتي زور دبيني أروش كردنو توابونو سيزن كردنو تيو جمده صبر بيلا برخوا ما دام دينك تو وسطيتا ميان رويتيا دولا لا تندوي دولا لا عجا وفتنة ودولا لا أو أفكار عليك فعلا مدمرا الحمد لله تولى سجد سنة وربازي في عمرك عليه الصلاة والسلام وسطية الإسلامي كما ترى ارفع رأسك وتوكل على الله بردوامي ويدور استقامة ما ببخش براك أنا بعمل لك ما وكان من بين أو غصبين كي يستعملهم في طاعته دائما دعاك إن اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين ونسأل الله الثبات وبارك الله فيكم.